بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم، معاكم الدكتوره ضحى محمد جابر، اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل والليزر، وعضو الجمعيه الدوليه لمنظار الشعر والجلد. وهتكلم النهارده معاكم عن موضوع مهم جدا ناس كتير بتتكلم فيه. الموضوع ده عن حقن البوتوكس. في البداية عايزين نعرف يا ترى ايه أهمية حقن البوتوكس. كل عضلة من عضلات وشنا لما بتنقبض بتظهر على شكل تجاعيد. التجاعيد دي بتكون عمودية على اتجاه العضلة. كمان في البداية التجاعيد دي بتكون حركية، بمعنى ان هي بتظهر وقت حركة العضلة بس، لكن مع مرور الوقت التجاعيد دي بتتحول لتجاعيد ثابتة، ودي طبعا بتدي مظهر اكبر من سننا بكتير. طيب يا ترى ايه الاماكن اللي ممكن تتحقن بالبوتوكس عشان تقلل ظهور التجاعيد دي؟ عندنا اول عضلة تتحقن موجودة في الجلابيلر اريا، اسمها عضلة التكشيرة او ما يسمى الكورجيتور ماسل، ودي لما بتنقبض بتظهر على شكل رقم 111 بين الحاجبين. جدا في الجبهة عضلة الفرونتاليس ماسل، ودي بتظهر وقت الاندهاش لما بنيجي نرفع حواجبنا. كمان عندنا عضلة مهمة جدا في الجلابيلر اريا دي، اسمها البروسيريوس، والمصل دي لما بتيجي تنقبض بتظهر على شكل خط بالعرض موجود بين الحاجبين. كمان عندنا التجاعيد اللي بتظهر جنب العين، ودي بتظهر مع الضحك والناتجة عن حركة عضلة حوالين العين اسمها الاوربيتولاريس اوكيولاي ماسل، وما يسمى الكراوس فيت او رجل الغراب. كمان عندنا عضلة النزالس ماسل، ولما بتنقبض بتظهر على شكل خطوط بالطول اعلى الانف. كمان في حقن الابتسامة اللثوية او ما يسمى الجامي سمايل، ودي عبارة عن ظهور اللثة اثناء الضحك. هنا بنحقن عضلة اسمها الدبريسور سيبتاي نيزاي ماسل. يا ترى في سن معين لحقن البوتوكس؟ لا مفيش سن معين، مادام محتاجين البوتوكس نحقن. البوتوكس بيتحقن كل قد ايه؟ بيتحقن كل 4 لحد 6 شهور. طيب يا ترى لما مفعول البوتوكس بيروح التجاعيد بترجع اكتر من الاول؟ لا، التجاعيد بترجع زي ما كانت او اضعف كمان. طيب هل في تعليمات اساسية بعد حقن البوتوكس؟ ايوة، اول 4 ساعات بعد الحقن لازم ما نتعكش مكان الحقن ولا نضغط عليه، كمان عدم ربط الجبهة، كمان الالتزام بعمل الحركات التعبيرية ما يخص كل عضلة تم حقنها، يعني التكشيرة، الاندهاش، الضحكة، ده الكلام ده بيتم كل 10 دقايق أول 4 ساعات بعد الحقن. هل في استخدامات أخرى للبوتوكس؟ أكيد طبعا، أهمها علاج زيادة التعرض، وكمان حل للمسام الواسعة اللي في البشرة. إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل في المرة القادمة. كانت معكم دكتورة ضحى محمد جابر، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وعضو الجمعية الدولية لمنظار الشعر والجلد. شكراً ليكم.